أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في الهيئة نت استمرار توافد المتظاهرين إلى الساحات في البصرة والقادسية والمثنى والإصرار على تحقيق المطالب. في المدى مصادر طبية تقول قمع التظاهرات تسبب بإعاقات جسدية كبيرة. في كتابات العراقيون يستمرون في تظاهراتهم الليلية لا تنازل عن مطالب الثورة. في عربي 21 شهيدان مع تواصل القصف على غزة لليوم الثاني والمقاومة ترد. في القدس العربي ذيقار تستقدم قوات من خارجها لقمع المتظاهرين. في العربي الجديد العراق أساليب جديدة للسلطة لتبرير قمع التظاهرات. وفي الشرق الأوسط السعودية والإمارات والبحرين تعلن رسمياً المشاركة في خليج 24 بالدوحة. أهلا بكم. تتجه الأضواء إلى الأبطال المحتجين، لكن الذين يساهمون في إيصال مئات المستلزمات يساهمون بدرجة كبيرة في إدامة زخم الثورة، إضافة إلى كل ربة بيت فقيرة تحرم بيتها الغذاء حتى ترسله إلى المحتجين. عن دعم ثورة تشرين كتب سلام سرحان في صحيفة العرب اللندنية. العنصر الأول في استثنائية الثورة العراقية هو حجم المخاطرة بالحياة التي ينطوي عليها الخروج إلى ساحات الاحتجاج في ظل القسوة المفرطة التي تستخدمها قوات ملثمة تطلق الرصاص الحي وقنابل دخانية أكثر فتكاً من تلك المستخدمة في دول أخرى في مواجهة المتظاهرين داخل المدن، إضافة إلى ثبوت احتوائها على غازات سامة. عدد القتلى في أكثر التقديرات الرسمية تحفظاً يقارب 400 شخص، في وقت تقول فيه تقديرات أخرى إنها أكثر من ذلك بكثير بسبب أعداد الجرحى التي تزيد على 15,000، والذين لا يذهب معظمهم إلى المستشفيات خشية ملاحقة الميليشيات لهم واختطافهم. لكن الجانب الخفي يكمن في اللوجستيات التي تقدم بعض تسجيلات الفيديو جانباً ضئيلاً منها، وهي تبدأ بمئات المطابخ التي تعد الطعام وتوفر المشروبات وشحنات هائلة من قنانيل البيبسي وبعض المحاليل التي تستخدم في معالجة آثار الغازات التي تطلقها الميليشيات والقوات الأمنية. ورشة اللوجستيات تمتد إلى توزيع آلاف الأقنعة على الوافدين إلى ساحات الاحتجاج لتفادي تأثير الغازات المسيلة للدموع والغازات السامة، وآلاف الخوذ لحماية رؤوس المتظاهرين من القنابل الدخانية التي تتعمد الميليشيات إطلاقها على الرؤوس والتي يزيد وزنها على 10 أضعاف القنابل التي تستخدم عادة لتفريق احتجاجات المدن. لابد أن تكون خلف كل ما يحدث في ساحات الثورة شرايين واسعة لإيصال تلك المواد، ولابد أن عددا هائلا من الأشخاص قد يفوق أعداد المحتجين تساهم في التبرع بتكاليف تلك المواد وتحمل أو تعمل على إيصالها إلى الساحات. لم يعرف العراق استقراراً منذ الغزو الأمريكي عام 2003 وسقوط النظام السابق ودخول الخونة على ظهر الدبابة الأمريكية وتقسيمه طائفياً وجغرافياً على يد الحاكم العسكري الأمريكي برايمر. مقال للكاتبة أميرة أبو الفتوح منشور في موقع عربي 21. عقدت إيران الاتفاقيات مع أمريكا سراً وعلناً على أنقاض هذا البلد الجريح، وأصبحت الحاكم الفعلي له، واستولى الساسة الجدد أراجوزات السلطة على خيرات وأموال بلادهم لتمتلئ بها خزائن الغرب وتحصنوا داخل المنطقة الخضراء بعيداً عن الشعب الذي يعاني الفقر والجوع والبطالة. انسلخ العراق عن محيطه العربي كرهاً وطواعية بعد أن غابت عنه الجامعة العربية
وتخلت عنه الدول العربية وأدارت له ظهرها وتركته فريسة سهلة في أيدي إيران، تنهش في لحمه قطعة قطعة ولا من مغيث، وهم لا يدركون أن ضياع العراق ضياع لهم جميعا. وها هم الآن يصرخون من التوغل الإيراني في المنطقة واستيلائها على 5 عواصم عربية. انتظر الشعب العراقي الحرية المنشودة التي طالما ما حلم بها، والديمقراطية التي وعده بها الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش، بعد عقود من الدكتاتورية والقهر والظلم والاستعباد، فلم يجد إلا مزيدا من الدكتاتورية والقهر والظلم على يد الطائفة والتي تتحكم في زمام الأمور في البلاد بميليشياتها العسكرية، والتي فصل الدستور العراقي على مقاسها وبنيت وشيدت قواعد للطائفية البغيضة في أبشع صورها، والتي لم تكن تعرفها البلاد من قبل. أحس المواطنون العراقيون بأن البلد لم يعد بلدهم، وأن العراق قد سرق من بين أيديهم، وسحبت الأرض من تحت أقدامهم، فثاروا ليستردوا أرضهم ويحرروها ويخلصوها من أمراء الطوائف الذين عاثوا في الأرض فسادا. إن الشعب العراقي يخوض ملحمة بطولية عظيمة من أجل الحرية سيسجلها التاريخ بحروف من نور، تقول أميرة أبو الفتوح، هو يسطر بدمائه الزكية لوحة الحرية في أنصع وأبهى صورها، والنصر آت لا محالة. هكذا علمنا التاريخ، فدائما النصر لانتفاضات الشعوب على أعدائها المحليين والإقليميين والدوليين. الآن إلى مقال آخر منشور في صحيفة القدس العربي، وجاء في مستهله: شعار يرفع اليوم كما رفع من قبل، الدعوة إلى مقاومته والتصدي له متداول بقوة في العراق ولبنان والجزائر، مثلما كان متداولا سابقا في تونس وليبيا ومصر واليمن. إنه الفساد كأحد الأسباب الرئيسة التي غذت غضب الشباب في الشوارع، فخرجوا منددين به لأنهم يعدونه توأم الاستبداد وأحد أبرز المعضلات التي أوصلت بلدهم إلى الحال التي هو عليها الآن. مقال للكاتب محمد كريشان في صحيفة القدس العربي. ليس صدفة أن أغلب المتظاهرين في العراق ولبنان حالياً هم من الشباب، لأن هؤلاء أكثر الفئات شعوراً بأن حاضرهم ينتهك ومستقبلهم يصادر بسبب حفنة من الفاسدين لا يهمهم لو أفلس الناس جميعاً مقابل ازدياد ثرواتهم من المال الحرام. كيف للعراق الذي يعد من أغنى دول المنطقة بسبب ثروته النفطية أن يصل فيه الفساد درجة تجعله في ذيل القائمة العربية، متقدماً فقط على كل من ليبيا والسودان واليمن وسوريا والصومال الأخيرة؟ وما تفسير أن يستفحل فيه الفساد ولديه هيئة النزاهة التي تأسست عام 2004 مع مفتشين عامين في كل الوزارات والهيئات وديوان الرقابة المالية، فضلاً عن القضاء والبرلمان المنتخب، لولا أن هذا الفساد اخترق جميع، فما عاد أحد قادراً على محاسبة أحد. الأسوأ من كل ما سبق اعتراف كثير من العراقيين ومن بينهم مسؤولون أن الفساد استفحل إلى درجة أن المجتمع لم يعد يرى فيه عيباً أو نقيصاً، ولن تجد حتى داخل عائلة فاسد ما من يستاء من تصرف رب العائلة، مع أنه يعلم علم اليقين أن البيت الذي اشتراه في الخارج مثلاً دفع ثمنه من رشوة معلومة المبلغ والمصدر. النقطة الأخرى المشتركة الآن بين العراق ولبنان بحسب الكاتب كريشام هو أن جميع المسؤولين يتحدثون في بيروت وبغداد عن الفساد وأهمية مقاومته، لدرجة أن المرء يمكن أن يصرخ: إذن من هم الفاسدون؟ إذا كنتم أنتم على هذه الدرجة من الطهورية في فضح هذه الآفة والدعوة إلى مكافحتها. كشفت التظاهرات الشعبية التي عمت معظم المدن العراقية ورد فعل النخبة السياسية الحاكمة العنيف على مطالب الإصلاح، كشفت التناقض البنيوي بين طبيعة النظام القائم
ومصالح الشعب العامة، فبنية النظام القائمة على المحاصصة الحزبية والطائفية والقومية أفرزت ظاهرتي الزبائنية والفساد الشامل. عن ثورة تشرين كتب علي العبدالله في صحيفة العربي الجديد: لم يولد نظام المحاصصة في العراق ولادة طبيعية، كما هو الحال في لبنان الذي ولد كيانه السياسي عام 1943 وتحوله في وثيقة الوفاق الوطني اللبناني المعروفة باتفاق الطائف، والتي اتفق عليها يوم 30 من سبتمبر أيلول من عام 1989. بل ولد نظام المحاصصة في العراق بقرار سياسي أمريكي تحقيقاً لرغبة إسرائيلية قديمة، فقد تبنت إسرائيل منذ إقامتها الحركة الصهيونية على أرض فلسطين استراتيجية إضعاف المحيط العربي عدوها القومي عبر العمل على تفتيت دوله على أسس دينية ومذهبية وعرقية. لقد حل نظام المحاصصة في العراق بديلاً لخطط إسرائيل، فتفتيت دول الطوق حقق لها النتيجة نفسها، ولتصدير الثورة الإسلامية حقق لإيران هدفيها بتسوير حدودها بخطوط دفاعية خارجية وإضعاف دولة العراق. ولما كانت إسرائيل غير مرئية في لعبة زرع المحاصصة في العراق، فقد انصب غضب المتظاهرين على إيران لوجودها المكشوف ولدورها في صياغة نظام المحاصصة القائم ونفوذها على مؤسساته وقدرتها على تحديد خياراته، وهذا جعل المواطنين يحملونها مسؤولية تعثر بلدهم وخراب حياتهم وكل ما لحق بالدولة والمجتمع العراقيين من كوارث سياسية واقتصادية واجتماعية. ما يحصل في العراق وفي لبنان رسالة تنبيه وتحذير إلى كل القوى السياسية والاجتماعية في الدول العربية، خصوصا سوريا، حيث يجري التفاوض على صياغة دستور جديد من مخاطر نظام المحاصصة ودعوة إلى رفضه ومقاومة أي توجه نحو إقراره أو تبنيه. الآن إلى تقرير منشور في صحيفة الإندبندنت الأجنبية التي قالت إن الخوذ البيضاء أنقذت 100,000 ضحية في سوريا، وإن هناك حربا بين النظامين الروسي والسوري، وصفتها الصحيفة بالحرب التضليلية، وقالت إنها مستمرة ضد الخوذ البيضاء أي الحرب. ومع صعود نجم المنظمة وشهرتها العالمية، تعرضت إلى حملة تشويه شرسة من نظام بشار الأسد وحلفائه، حيث اتهم أفرادها بدعم الإرهاب وتزوير الغارات الجوية وتصويرها، بل وتزوير الهجمات الكيميائية. وبعد الإعلان عن فوز الفيلم الوثائقي، نشرت السفارة الروسية في بريطانيا تغريدة قالت فيها: في الحقيقة هم ممثلون وليسوا منقذين. وتم نشر عدد من الصور ولقطات الفيديو على الإنترنت كدليل على زيف عمل المنظمة، وتعقد عملها مع اختراق المقاتلين الجهاديين صفوف المعارضين لنظام الأسد، وهم من يديرون الآن الأمور في محافظة إدلب. إلا أن الخوذ البيضاء أكدت على مهمتها في الحرب، وهي إنقاذ أرواح الضحايا مهما كانوا. وقال صالح: إن الحملة الدعائية تستهدف عملنا الذي لا يعجب النظام، ونقوم بتوثيق جرائم الحرب. وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد فتحت النار يوم الجمعة على المنظمة واستهدفت لي ميسورية، وقالت إن تعليقاتها جاءت رداً على المسؤول البريطاني دكتور موريسون، الذي قال إن الجماعة تعرضت لحملة تضليل هائلة من النظام السوري والحكومة الروسية. وبعد لقائه مع صالح، انتقد المسؤول البريطاني دمشق وموسكو، وقال إن الأساليب الخادعة هي محاولة وقحة لحرف الانتباه عن الهجمات الواسعة ضد الشعب السوري، والتي ضمت هجمات بالسلاح الكيميائي. في تقرير هذا إندبندنت تتابع قائلة: يواجه أصحاب الخوذ البيضاء الذين كانوا أول من يرد على نداءات الاستغاثة في مناطق النزاع السوري
يواجهون حرب تضليل إعلامية قادتها روسيا أو قادتها من روسيا ونظام بشار الأسد، ولكنها أسهمت كما تقول بيل ترو مراسلة صحيفة إندبندنت، أسهمت بإنقاذ أكثر من 100,000 سوري. إلى المقال الأخير والمنشور في صحيفة الشرق الأوسط، وجاء في مطلعه: لم يعد سراً أن القيادة الإيرانية تقود مباشرة عملية إجهاض الانتفاضة العراقية، وهي في الظاهر تدعي أو تتصرف كأنها تقف إلى جانب نظام يواجه حالة تمرد وفوضى تأخذ العراق أي عراقها من المجهول، ولكنها ضمنياً أي في عمق الأزمة تدافع عن نفوذها ومستقبل نظامها. نتابع المزيد في مقال للكاتب مصطفى فحص. فبالنسبة لطهران، يمثل العراق ما بعد 2003 رمزية نفوذها وشرط استمراره، حيث تمكنت من خلال هيمنتها عليه من شرعنة توسعها الجيوعقائدي، مستفيدة من عدة عوامل تربطها اجتماعيا وثقافيا وروحيا مع الأغلبية الشيعية في العراق، إضافة إلى صلتها التاريخية مع الحواضر الدينية والمدارس الفقهية الحوزات. فمما لا شك فيه أن هذه العوامل الثابتة في العلاقة ما بين إيران والعراق على مدى قرون قد حققت لها مشروعية مركبة في نسج حضورها وتعزيز نفوذها الذي تعزز بعد سقوط نظام صدام حسين نتيجة لظروف سياسية وأمنية معقدة دفعت شيعة العراق إلى أحضانها، ولكن نتيجة لتعاملها مع اللجوء العراقي الظرفي إليها بعقلية التبعية وإلغاء الخصوصيات الوطنية العامة والاجتماعية الخاصة، انفجرت بوجهها الحساسيات الوطنية والثقافية خصوصا في البيئة الشيعية، وتحولت إلى تمرد شعبي شبابي فاجأها وفاجأ وكلاءها في العراق برفضه المطلق لاستمرار العملية السياسية وفقا لمثلث اللعنات الطائفي مكوناتي مناطقي الذي تفرضه على العراقيين بمباركة أمريكية. وتمكنت الانتفاضة سريعا من تغيير قواعد اللعبة السياسية بعدما أعاد شبابها تعريف الهوية الوطنية وضبط الهوية العقائدية طبقا لشروط اجتماعية مرتبطة بوعي جمعي متمسك بتحقيق أهدافه، التي في حال نجاحها ستجرد النفوذ الإيراني من المشروعية الجغرافية. الأزمة الإيرانية المركبة في العراق تأخذ أبعاداً حساسة تفرض على نظام الملالي خوض مواجهة قاسية ودموية حتى النهاية، حتى لو كانت نتائجها غير مضمونة، كونه يدرك حجم الارتباط ما بين مشروعه التوسعي ومشروعيته العقائدية التي تبدأ وتنتهي في العراق. الآن إلى هذا الخبر المنوع الذي اخترناه لكم، وهو عن أب وطفلان يعيشون مع ثعبان في المنزل نفسه. يبلغ طول الثعبان نحو 5.5 متر أي 18 قدما، ويعتقد أنه أكبر ثعبان برمي في العالم. وقام ماركوس هوبز 31 عاما من مقاطعة جلوسيستر شاير البريطانية بشراء هيكسي أي الثعبان من متجر للحيوانات الأليفة قبل 8 سنوات، عندما كان طوله أقل من نصف متر، ورآه ينمو ليصبح ثعبانا ضخما يزن ما يقارب 110 كيلوغرامات وفقا لتقرير نشره موقع ديلي ميل البريطاني. ويقوم هوبز بإطعام ثعبانه الأرانب والغزلان الميتة والعجول والماعز والخنازير التي يقدمها المزارعون المحليون. وهذا الحيوان مكلف للغاية، ويمكن أن يكون قاتلا إذا أساء الأشخاص معاملته بحسب التقرير. لكن خبير تكنولوجيا المعلومات الذي يقتني الثعبان هيكسي واثق من أن ثعبانه لن يؤذيه أبدا، لكنه لا يجلس معه عندما يكون أبناؤه البالغون من العمر 4 أعوام وعاما واحدا
الحاضرين في مكان قريب. الآن إلى الكاريكاتير. ختام صدى الأقلام لهذا اليوم، طاب يومكم ودمتم بخير وإلى اللقاء.